حزقيال 30. وكان ليا كلام الرب: يا ابن آدم اتنبأ وقول كده قال السيد الرب: والويلو يا دي اليوم، لأن اليوم قريب ويوم للرب قريب، يوم غيم يبقى وقت للشعوب التانية، ويجي سيف على مصر ويبقى في كوش خوف شديد لما يقع المقتولين في مصر وياخدوا ثروتها وتتهدم الأساسات بتاعتها، يقع معاهم بالسيف كوش وفوط ولود وكل الأجانب وكوب ولاد أرض العهد، كده قال الرب، ويقع اللي بيساعدوا مصر وينزل تكبر القوة بتاعتها من مجدل لحد أسوان، يقعوا فيها بالسيف بيقول السيد الرب، فتسحر في وسط الأراضي المسحرة وتبقى المدن بتاعتها في وسط المدن الخربانة، فيعرفوا اني انا الرب لما ولع نار في مصر ويتكسر كل اللي بيساعدوها. في اليوم ده يخرج من عندي رسل في سفن عشان يخوفوا كوش المطمنة، فيجي عليهم خوف عظيم زي ما في يوم مصر، لان اهو يجي، كده قال السيد الرب، اني افني ثروة مصر على ايد نبوخذ نصر ملك بابل، هو وشعبه معاه جبابرة الشعوب التانية يتجابوا عشان خراب الارض، فيشدوا سيوفهم على مصر ويملوا الارض من المقتولين، واخلي الانهار ناشفة وابيع الارض لايد الاشرار واخرب الارض واملاها بايد الغربة، انا الرب اتكلمت، كده قال السيد الرب، وافني الاصنام وابطل الاوثان من نوف، ورئيس من مصر ما يبقاش بعد كده، وارمي الرعب في ارض مصر واخرب فتروس واولع نار في سوعن وانفذ احكام في نو، واكب غضبي على سين حصن مصر واقطع جمهور نو واولع نار في مصر، سين تتوجع وجع ونو تبقى عشان التمزيق، والنوف ديئات كل يوم، شبان آون وبوبسطة يقعوا بالسيف وهم يروحوا للأسر، ويضلم النهار في تحفنحيس لما اكسر خشب الرقبة بتاع مصر ويبطل فيها تكبر القوة بتاعتها، اما هي فتغطيها سحابة وتروح بناتها للأسر، فانفذ احكام في مصر فيعرفوا اني انا الرب. وحصل في السنة 11 في الشهر الاولاني في اليوم السابع من الشهر ان كلام الرب بقى ليا: يا ابن ادم، انا كسرت دراع فرعون ملك مصر، وها مش هتتجبر لما يدوها ادوية ولما يحطولها عصابة عشان تتجبر فتمسك السيف، عشان كده بالشكل ده قال السيد الرب، اديني على فرعون ملك مصر فاكسر دراعاته الجامدة والمكسورة، ووقع السيف من ايده واشتت المصريين بين الشعوب التانية، وابعترهم في الاراضي، واجمد دراعات ملك بابل، واخلي سيفي في ايده واكسر دراعات فرعون فيتأوه قدامه تأوه المجروح، وجمد دراعات ملك بابل اما دراعات فرعون فتقع، فيعرفوا اني انا الرب لما خلي سيفي في ايد ملك بابل فيمدوا على ارض مصر، وشتت المصريين بين الشعوب التانية وبعترهم في الأراضي، فيعرفوا أني أنا الرب.